وحول هذا الموضوع أيضا معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي. مساء الخير دكتور مشعل. دكتور، أنت كمحلل سياسي كيف تصف هذا السلوك القطري التصعيدي الجديد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل محمد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. نقول لشعوب الجزيرة العربية السعودية والبحرين وكذلك الشعب القطري والإمارات والكويت وعمان، لهم السلامة والأمن والاستقرار الدائم. ونقول لهذه الشرذمة الباغية المعتدية، سواء مسؤولي النظام في قطر أو من لف لفهم، أن هذا التصرف الشائن التصرف الحق الخارج عن اللياقة والأدب والأخلاق والأعراف والمواثيق الدولية وما اتفقت عليه الأمم في أن يكون أصحاب المدنيين في أمن تام بالنسبة للمنازعات والنزاعات العسكرية والخلافات السياسية، حتى يكون الناس في أمن واستقرار في أمرهم. إن هذا العداء الحقيقة الغير مسؤول كما ذكره أخي طارق المحلل السياسي من عندكم، هو الحقيقة لينم عن صدر الحقيقة حجم تحمل المسؤولية لدى القيادة هناك، وكذلك الضغوط التي تواجهها يمينا وشمالا ومن جميع من وثقت به، سواء النظام الإيراني أو غيره، جعلت ارتمت في أحضان هذه النظام، أصبحت تتصرف تصرفات عدوانية الحقيقة يظهر منها عدم الحقيقة وضياع البوصلة وعدم تحديد المراد والمقصد من هذه التشنجات التي الحق تنم عن أنها تريد أن تثبت للعالم أنها هنا، أنها موجودة بهذه الصورة الحقة التي تدينها الدول أجمع، الحقة الذي يدينها شعوب هذه المنطقة، ومن أول هذه الشعوب الشعب القطري، ولا يرضى مثل هذه التصرفات الحقة التي تدل على صغر وضعف هذه المسؤولية لدى النظام في قطر. الحقة أننا نرضى بالعقلاء أن يكون لهم مثل هذا التوجه الشائن المقيت الذي تعترف به المقاتلات الحربية أو العسكرية، طيران مدني الحقيقة هو يركبه المدنيون، والحقيقة مثل هذا العمل هو يعتبر في الأعراف الدولية اعتداء من نوع عالي جدا في العدوانية التي يجب الوقوف، العالم يجب أن يقف ضد مثل هذه التصرفات. الحق هو الآن الذي نحن نمر فيه من هذا الظرف الشائك في منطقتنا، ومن هذا الظرف الذي اختلقه النظام الإيراني ومن لف لفه من القطريين أو من المنظمات الإرهابية أو من الأحزاب التي تسعى إلى خلخلة الوضع. دكتور مشعل، اكتملت الفكرة. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل آل علي، شكرا جزيلا لك.